السلام عليكم كانوا بعد التلاميذ يطلبوا مني حل هاد الجملتين نقوم بالحل هاو شوفوا معايا طريقة الحل عندنا نبدو بالجملة الاولى هاني هاني الاولى نبداو بها لاحظوا معايا عندي بالنسبة x زائد y x زائد y يساوي عشرون وعندي x أس اثنان ناقص y أس اثنان يساوي أربعة دونك هادي نحاول نكتبها بطريقة أخرى لاحظوا معايا عندي x زائد y يساوي عشرون وعندي هنا هادي بالنسبة ل x أس اثنان ناقص y أس اثنان هادي تلاحظوا بلي هي مسطبقة الشهيرة من الحالة الثالثة اللي هي a أس اثنان ناقص بي أس اثنان وترجع لنا A زائد B في A ناقص B اللي هي X زائد Y في X ناقص Y يساوي أربعة لاحظوا معايا هذه إكس أس إيتنا هنا لاحظوا معايا هذه منين خرجناها عملنا X أس إيتنان ناقص Y أس إيتنان هذه هي من الشكل أ أس اثنان ناقص ب أس اثنان هنا تعطينا هذه تعطينا من الشكل أ زائد ب في أ ناقص ب تلاحظوا باللي بالنسبة ل أ ترجع لنا أ ترجع لنا أ هي إكس ترجع أ تساوي إكس و ب هي إيكغيك هي كي نعاودو دروك هنا اكس اس إيه اكس اس 2 ناقص ي اس 2 يساوي اكس زائد ي في اكس ناقص ي هذه بالنسبه لهذا اللي حطيناه هنا لاحظوا معايا هنا هي شوف معايا دوك واش راه عندنا راه عندنا عندنا هادشي واحد نعوضوه هذه اكس زائد ي كم تساوي تساوي عشرون بعد هنا نقدر في عوض ما نكتب الأولى تبقى كما هي هذه معادلة الأولى معادلة الثانية الأولى تبقى كما هي x زائد عشرون يساوي عشرون وبالنسبة لهذه تعطينا عشرون نعوضها x زائد y نعوضها بعشرون في نفتح قوس x ناقص y تساوي أربعون ومنه نمشي للجهه الاخرى نزيدو الواصلة بالنسبه تحصل على اكس زائد واي بالنسبه الاولى ما تبدلش تساوي عشرون بالنسبه الثانيه هنا كاين توزيع نوزع هذه على هذه ونوزع هذه على الثانيه هي تجينا هنا عشرين اكس عشرون اكس ناقص عشرون واي يساوي أربعة من هذه المعادلة الثانية تلاحظوا بلي هنا من معادلة من الدرجة الثانية كانت عندي هنا رجعنا إلى معادلة من الدرجة الأولى ولو عندنا معادلتين من الدرجة الأولى دروك نقدر نحلهم كجملة عادية هنا في البداية ما عندنا مشكل ما نقدر وش نحلها وهي من الدرجة الثانية صح هنا في هذه الحالة كيرجعناها بالمعادلتين بالزوج الأولى والثانية من الدرجة الأولى هنا نقدر نخدمها. يلا معي هنا نضرب المعادلة الأولى، المعادلة الأولى نضربها في كم؟ نضربها في نا في باش نتخلص كمثال من إجراء جينس أهلاً، يلا أحد مع؟ ييجي هنا تصبح 20x 20x زائد 20 إجراء تساوي 20 في 20 عطتنا 400. هادي. نطلعها وبالنسبة وبنسبة ثانية هي كميه؟ 20x ناقص 20. إيكغاك تساوي اربعة هيا لاحظ معايا هنا بالنسبة هنا هادي مع هادي تحلف جينا هنا إكس عفوا هنا عشرين إكس مع عشرين إكس تعطينا ربعين ربعين إكس ربعين إكس تساوي اربعه مئه واربعون معنتها اكس يساوي ربع مئه واربعين على ربعين نختزل الصفر مع السفر وجينا اربعه واربعين على اربعه وجينا احدى عشر معناتها اكس يساوي احدى عشر نزيد ونصل بالنسبه هنا صمنا باللي اكس تساوي احدى عشر لكن نمشي ونبحث على إكراك قعدنا اكس زائد ي يساوي عشرون هنا دروك هاد الإكس صوناها بلي إحدى عشر زائد يساوي عشرون معنتها يساوي عشرون ناقص إحدى عشر وتعطينا يساوي صح. هاي دي خرجنا خرجنا الحلين تاع الجملة اللي هي إكس ي اللي هي إحدى عشر صح هادو هما هدا هو حل الجملة راح تكون معايا شي سهل ماشي حاجة صعيبة برك في هذيك الفكرة تاع تاع التحليل هاديك تاع من درجة هذيك التحليل تاع المستبيقة الشهيرة هذيك اللي جديدة عليكم ما... ما تبقى كل شيء سهل كل شيء نفس الطريقة نفس العمل نمشيو للمعادلة نمشيو للجملة الجملة اللي قبلها الجملة الثانية الجملة الثانية كانوا عطينا آه لاحظ معايا باش نحطها نحاولوا دروك نخدموا هذه اكس ناقص إيه اكس ناقص اي يساوي ناقص ثلاثة اكس ناقص اي يساوي ناقص ثلاثة وعندي اكس اس اثنان ناقص اي اس اثنان ناقص اي اس اثنان يساوي ستة حيث. نمشي نخدم بنفس الطريقة ولاحظت لاحظ معايا هادي تولينا كيما هي دروق معاك علاش نفهم هاديك صايفة ها منها إكس ناقص إيكغيك يساوي ناقص ثلاثة وعندي إكس أوس إثنان ناقص إيكغيك أوس إثنان هي إكس زائد إيكغيك في إكس ناقص إيكغيك يساوي ستة تلاحظ بلي إكس ناقص إيكغيك هادي هي هادي تلاحظو أي دروق تولي لي الجملة سهلة ها شوف تولي لي إكس ناقص يساوي ناقص ثلاثة وعندي x زائد y في ناقص ثلاثة هذه تولي لنا ناقص ثلاثة نعرف النتيجة تاعها هذه هي ناقص هي تولي لنا دروك هنا x زائد y x زائد y في ناقص ثلاثة أكثر هذه هي هذه هي ناقص ثلاثة يساوي ستة هي دروك نمشي نبسط الكتابة جينا x ناقص y يساوي ناقص ثلاثة وعندي دروك نوزع هادي على هادي وعلى هادي أيه تجي لهنا ناقص ثلاثة إكس ناقص ثلاثة في ناقص ثلاثة إكراك يساوي ستة أيا دروك هنا خصني نتخلص يا إما من إكس يا إما من إكراك لا نحاول نضرب هنا هادي نضربها في نضرب هادي في عفوا نكتبها هنا باش متخلطش علينا نضرب هادي في ثلاثة لكن نضرب المعادلة الأولى في ثلاثة ستعطينا هنا ثلاثة إكس ناقص ثلاثة إجراء يساوي ناقص تسعة لكن نضربو نضربو كامل الأطراف المعادلة هذه وهذه وهذه جينا ثلاثة إكس ناقص ثلاثة إجراج ناقص تسعة تلاحظو ما نضرب غير جوز نضرب كامل الطرفين المعادلة في نفس العدد هي هنا عاود لهذه تبقى كما هي ناقص ثلاثة إكس ناقص ثلاثة إيكغيك يساوي ستة أي دروك نختزل هادي مع هادي تمشي كاين ماشي كنختزلو كأنما كنجمع هادو يروحو بالجمع هادي أنا بالجمع معنتها هادي زائد ثلاثة إكس مع مع ناقص ثلاثة إكس يروحو جينا هنا ناقص ثلاثة إيكغيك مع ناقص ثلاثة إيكغيك يوليو لنا ناقص ستة إيكغيك تساوي ناقص تسعة زائد ستة تعطينا ناقص ثلاثة معنتها إيكغيك يساوي ناقص ثلاثة على ناقص ستة إيكغيك يساوي زائد صفر فاصل خمسة ناقص زائد نصف تعطينا زائد صفر فاصل خمسة نمشيو دروك نخرجو عاود نخرجو نخرجوا نخرجو آه إكس عندي إكس ناقص إيكغيك يساوي ناقص ثلاثة معناتها هنا إكس ناقص صفر ناقص صفر فاصل خمسة يساوي ناقص ثلاثة معناتها إكس يساوي ناقص ثلاثة زائد صفر فاصل خمسة معناتها إكس هنا إكس, معنت هنا. معنت هنا إكس. يساوي زائد يساوي ثلاثة ناقص نصف جي ناقص ثلاثة تل... زائد صفر آ... فاصل خمسة وتعطينا هنا تتناقص تعطينا ناقص اثنان فاصل خمسة اكس هو ناقص اثنان فاصل خمسة كنا صبنا إجراج هو نصف و... ومعنى حل الجملة حل الجملة هو إيجراج إكس هو ناقص اثنان فاصل خمسة وبالنسبة لإيجراج هو صفر فاصل خمسة هنا تقدر تكتبها على شكل كسر ولا تحب تكتبها هنا تحب تكتب هذه واحد على اثنان وهذه خمسة على اثنان ناقص خمسة على اثنان صحيح وتحب تكتبها صفر فاصل خمسة كتبها صفر فاصل خمسة باش تجي باينة ومفهومة الكسور بالك يتلفوها علينا معايا شي سهل ماشي حاجة صعيبة ما كاش حاجه فيها فكره واحده تاع تاع الشهيره والتحليل تاع هذيك الجزء الثاني باش نرجعوا معادله من الدرجة الأولى ما تبقى كل شيء نفس الطريقه اللي كنتوا مولفين تاعها معتادي تخدموها وسهله ماشي حاجه صعيبه لاحظ معي هاد التمرين هاد التمرين عاود حتى هو بنفس الفكره بصح فيها وكانه تريد مشكل ماشي ماشي حل مباشر كما الاخرى هنا لازم الجمله حنا نخرجوه يلا معايا اولا قال لك ا بي سي مثلث قائم في ا كما هو مبين في الشكل يعني هنا عندي زاويه قائمه قال لك احسب الطولين ا سي و بي سي علما ان محيط ا بي سي معناتها المحيط هذا مجموعة الاضلاع يساوي 108 وعندي الطول تاع ا بي هو 17 يعني راه لاحظ معايا نحاول من المحيط نخرجوا معلومة المحيط واش هو المحيط هذه فكرة المحيط يخرج لي معلومة عندي آ زائد آسي زائد بي سي يساوي مية وثمانية مجموعة الأضلاع يساوي مية وثمانية هذا هو المحيط بصح عندنا آسي عندنا آسي نعرفوها هي سبعة وعشرين عفوا ا بي 20 27 زائد AC زائد BC يساوي 180 180 عفوا يلا حد معايا هنا بالنسبه هذه AC زائد AB زائد بي سي يساوي 180 ناقص 20 نقدر هذه نقلتها لهنا هذه نقلتها لهنا ايتينا AC زائد BC يساوي مية وثمانية تنقص منها سبعة تعطينا واحد وثمانين هذه المعادلة واحد هذه المعادلة الأولى المعادلة الثانية اسمها المعادلة الثانية حنا نعرفو بلي أي مثلث قائم يحقق لنا فيتاغورس يحقق لنا فيتاغورس معنتها هنا عندي مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين معنتها هنا عندي فيتاغورس وسمسعتينا معلومة فيتاغورس على المثلث القائم ABC عندي هنا بالنسبة BC أس اثنان الوطن المربع يساوي AB أس اثنان زائد AC أس اثنان هي لاحظ معي هنا بالنسبة لبي سي مربع ما نعرفوش عندي صح أ مربع آه ا B مربع نعرفو هذا معنت هنا B مربع ناقص أ C مربع يساوي ا B مربع ا B مربع نعرفه ا B مربع يساوي ا B مربع هادا جبتوله هادا لي أي هذا جبتو مش هذا اللي عندي عدد يبقى لي بوحدو أي هنا جينا B C أس اثنان ناقص أ C أس اثنان يساوي سبعة وعشرون اس إتنا سبعة وعشرين أوس إتنا يلاحظ معايا عندنا بالنسبة لو نحطه جملة هي يعني عندنا بالنسبة نعودو باش نشوفو الوزن ما تحصلنا عندنا أ سي زائد بي سي يساوي واحد و إثنان أ سي بي سي ولا بي سي زائد أ س يساوي واحد وثمان اختر الجمع تبديلي ما يهمناش المعلومة الثانية اللي هي بي س أس اثنان ناقص أ س أس اثنان تساوي هاديك سبعة وعشرين أس اثنان تعطينا سبعمية وتسعة وعشرين سبعمية وتسعة وعشرين هاد معاي هنا هي لاحظو هنا درونك هادي هذه مسطبقه شهيره من شكل ا زائد ب في ا ناقص ب هذه آه شهيره هذه آه عندنا مسطبقه شهيره من شكل ا اس اثنان ناقص بي اس اثنان اللي تعطينا ا زائد ب في ا ناقص ب اي دروك هذه نمشي نعاود نكتبها في الشكل الاخر كما اللي خدمنا تمرين الجملتين السابقتين بصح دروك هذيك اللي تريد مشكل هنا بي سي زائد ا سي يساوي واحد وثمانين هذه ما تبدلش قلنا هذه نكتبها من الشكل بي سي زائد آ سي في بي سي ناقص آ سي فكما اللي خدمنا تاع إكس أس إثنان ناقص بي أس إيه ناقص إيجراك أس إثنان تعطنا آ زائد إكس زائد إيجراك في إكس ناقص إيجراك إيه نفس الشيء إيه هي هي بس دروك روك عطوها لنا ب... بالأضلاع وهذه الأشياء والأخرى كانوا عطيها لنا بالإكس والإيجراك هيا لاحظ هذه هي هذه بعدها هنا في الاولى نكتبها كما هي بي سي زائد أ سي يساوي واحد وثمانون بصح دروك هادي نكتب هنا واحد وثمانين نعوضها مي بي سي ناقص أ سي يساوي سبعمية وتسعة وتسعة وعشرين تلاحظ معايا هي دروك غادي نزيد نوزع جينا هنا بي سي زائد أ سي يساوي واحد وثمانين هذه الأولى هي وهذه من المعلومة هذه الأولى هذه الثانية نزيد نواصل هذه من دروق. هنا نوزع واحد وثمانين هذه نوزع على هذه نوزع على هذه يجينا واحد وثمانين بي سي ناقص واحد وثمانين أ سي تساوي سبعمية وتسعة وعشرين هي هنا هذه معلومة هذه معادلة ثانية هي دروك قسمي قسمي هذه قسمي تخلص من واحدة منها بعدها كمثال نضرب هذا نضرب الفوقانية نضربها في واحد ثمانين عشان نضربها في واحد ثمانين باش جينا هنا واحد ثمانين أسي وناقص واحد ثمانين أسي يمشيو مع بعض تخلص من أسي بقى لنا غي بي اي نمشيو نكتب الجملة باش نعملو بالجمع لاحظ لا لا معايا نروح نزيدوا نواصلوا باش نقوم بالحساب يجينا هنا بي سي هنا جينا واحد ثمانين بي سي واحد ثمانين بي سي بقي كنضربوها في واحد ثمانين زائد واحد ثمانين ا سي تساوي كنضرب واحد ثمانين في واحد وثمانين جينا ستة الاف وخمسمية ثمية واحد وستين هذا كي نضرب واحد وثمانين في واحد وثمانين أصلا عندي واحد وثمانين هنا ونزيدو نضربوها في واحد تعطينا هداك العدد ثم تأكدو بالآلة الحاسبة تكتبه. عاودة هنا عندي واحد وثمانين بي زائد ناقص عفوا واحد وثمانين أ يساوي سبعمية وتسعة بالجمع هادي مع هادي تمشي تبقى لنا هنا مية وستين بي سي واحد مع واحد ثمانين تعطينا مية وستين تاع من يساوي عاود نجمع الطرفين الاخرين وتعطينا سبعة الاف عاود هادو تعطينا سبعة الاف وميتين وتسعين معناتها بي سي يساوي سبعة الاف وميتين وتسعين على مية واثنين وستين وتعطينا بي تعطينا بي يساوي خمسة واربعون متر ولا سنتيمتر كيلو هنا مهم نخرجوا عود آسي آسين خرجوها من من الأولى أنا عندي بيسي زائد آسي يساوي واحد وثمانين هيا دروك عندي بيسي صبناها خمسة وأربعين زائد آسي يساوي واحد وثمانين ما أ آسي يساوي واحد وثمانين ناقص خمسة وأربعين ما أ آسي يساوي ستة وثلاثين سنتيمتر خرجنا أسي وخرجنا وخرجنا بي سي لاحظتوا معايا هنا الطريقه شوف نفس الخدمه تاع الجملتين اللي حليناه في الضربه الاولى بالفكرة الاولى خدمنا نفس الطريقه بصح في طريق المشكل ها هذا شفتوا بلي وضفنا هادو وضفناهم على هذا وخرجنا شوفوا بلي حاجه ولا ربما يعطوها لنا في الاول تكون سهله وهي عاود يخدموها هنا في يحطوها هنا في قالب تمرين وفيه وضعية معاشة ويعطيك مثلث ويعني جميع يقول لك قطعة أرض مثلث مثلث الشكل ويعطيك هاد المعلومات يقول لك يوم ومن بعد خرج لي خرج لي طول الواتر وخرج لي طول الدلع القائم الآخر ويعطيك غير المحيط ويعطيك دن هاك شتخدم شتو معايا طريقة العمل معناتها هنا بعض الأحيان الأسئلة هي هي بصح من ناحية الطرح يبدلها لك يجمع يبدل لك الصيغه تاع الاسئله وتولي في حاجه واحده اخرى وبالك تتلف انا حري ورواحكم شيء سهل خصكم برك تكون عندكم فكره على كامل انواع التمارين باش كي يحطوا كاش تمرين ولا يكون عندك الفكره يكون عندك على الاقل الفكره المتابعه تبقى بشويه بشويه وتطبقها حتى تخرج كل شيء ان شاء الله ربي يعاونكم هذا الشيء بالنسبه لليوم حاولت خدمت هالجملتين الجملتين هذا هذا الجمل حاولت نخدمهم خاطر بالنسبه للجمل الساهلين الاخرين ما نهضرش عليهم راكم اصلا تعرفوهم حاولت هذه قلت بالك يحط لكم كمثال فكره كيما تبالك عمرك لا قريتها تبالك حاجه عمرك لا شفتها وتبالك بلي جمله من الدرجه الثانيه وهي لا ماشي من الدرجه الثانيه خاطر هذاك المعادله الثانيه تبسط تبسط وتولي معادله من الدرجه الاولى ما يبلش بلي ما قريتهاش وما عملتهاش وشي صعيب ما كان والو خص دائما تتحدى للصعب الصعاب وتعرف كيش ت... كيش هذاك اللي تريد المشكل معناتها كيما اللي تروض آ... آ... الاسد معناتها انت... آ... شي يكون صعيب تحاول آ... ترجعو سهل معناتها حاجه تكون صعيبه ترجعها ترجعها سهل كما هنا كانت كانت معادله من الدرجه الثانيه راك تلاحظ باللي الجمله بدينا نتمشاو حتى كي معادلتين من الدرجه الاولى يسهل علينا الحل تاعها وخرجنا الاضلاع تاع المثلث هذوك المجهولين المهم ربي يعاونكم الله ينجحكم ان شاء الله يا ربي تكونوا تبعتوا معايا نتوما درو قسم تاع رفدو في دوارك خارجيه حاول تحل التمرين بوحدك وشوف روحك آه وشوف روحك الى قادر تحل تحلو وحدك ولا لا الى ما قدرش تحلو عاود شوف الفيديو وبشوية بشوية حتى يتعلم كلش آه ربي ينجحكم ويعاونكم وان شاء الله تجيبوا كلكم الشهادة ان شاء الله شكرا